بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رحمه الله تعالى: باب شهود السائل وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المنبر فقال: قد أتيت كل ليلة ولا أدري. فقال ابن معه: حتى إذا مر الصلاة وانتظر مالك تسليما Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في موضوع سجود السهو. سجود السهو أي السجود الذي سببه السهو، والسهو هو الذهول والغفلة. وهذه الأحاديث جاءت بأنواع من السهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر، ومن ذلك السهو في الصلاة. قال أهل العلم: وفي سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة مصالح للأمة من أجل أن يبين لهم ما يفعلون إذا حصل منهم ذلك. ففي سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حكمة عظيمة ورحمة بالأمة من أجل أن يبين لهم ماذا يفعلون إذا حصل منهم ذلك. وفيه من الحكمة أيضا أنه بشر، ففي هذا رد على من غلا في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلة البشر من الخرافيين، حتى قال بعضهم إنه مخلوق من نور، أو إنه نور ليس بشرا، وقال بعضهم إنه مخلوق قبل آدم، إلى غير ذلك من الخرافات، من أجل أن يضلل الناس فيغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما غلت النصارى بالمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم، يجري عليه ما يجري على البشر، ولكن الله فضله بالرسالة واختاره لتبليغ رسالته، فهو عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد فيه غير ذلك فقد ضل. في هذه الأحاديث بيان لأنواع السهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكيف فعل مع كل سهو حصل منه. ففي بعضها أنه قام من الثنتين ولم يتشهد التشهد الأول، وفي بعضها أنه سلم من الثنتين في الرباعية ثم أكملها، وفي بعضها أنه صلى خمسا، صلى الرباعية خمسا ثم ذكر بعد ذلك. هذه ثلاثة أنواع من السهو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم. سلم أنه قام من الثنتين ولم يتشهد التشهد الأول، أنه سلم قبل إتمام الصلاة، أنه صلى الرباعية خمسا، كل ذلك من باب السهو منه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول، نعم، من عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الظهر فقامت الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقال الناس معه حتى إذا أقر الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا نقل البخاري. وفي رواية مسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه فكان لم يسلم. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه، عبد الله بن بحينة نسبة إلى أمة
بحينة، كما نسب ابن أم مكتوم إلى أمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام في الثنتين ولم يجلس، لما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، وفي رواية كبر وهو جالس فسجد وسجد الناس سجد الناس معه مكان الجلوس الذي ترك. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وسهى وقام في الرباعية من الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأول، وأنه أكمل صلاته ثم قبل أن يسلم سجد سجدتين للسهو وسجد الناس معه، وأن هاتين السجدتين بتكبير للركوع للسجود وتكبير للرفع منهما، وأن هذا السجود عوض عن التشهد الأوسط الذي تركه صلى الله عليه وسلم سهوا. ففي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أنه يجري على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري على البشر من السهو في الصلاة وغير ذلك، وفيه أن من قام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه بعد قيامه، وإنما يتم صلاته، وهذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله، لكن في هذا الحديث أنه لم يرجع صلى الله عليه وسلم بل استمر وأكمل صلاته. ثالثا فيه أن من نسي التشهد الأول فإنه يجبره لسجود السهو بأن يسجد سجدتين يعوضان عن تشهد الجلوس للتشهد الأول. رابعا فيه أن السجود إذا كان من أجل نقص في الصلاة أنه يكون قبل السلام، أنه يكون قبل السلام. خامسا في الحديث أن سجود السهو مثل سجود الصلاة تماما، بحيث إنه يكبر له في الخفض والرفع كما يكبر لسجود الصلاة، وأنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء. هذا ما يدل عليه حديث ابن بحينة رضي الله عنه، وهو في نوع من أنواع السهو في الصلاة. نعم. وفيه سادسا أن المأمومين يتبعون الإمام إذا قام من التشهد الأول ولم يجلس واستتم قائما فإنهم يتبعونه، لأن الصحابة تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه سابعا أن السجود لسهو الإمام يلزم المأمومين، سجود لسهو الإمام يلزم المأمومين، وأما العكس وهو سهو الإمام المأموم فإنه لا يلزم الإمام، وهذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله، أن سجود السهو في حق الإمام يلزم المأمومين.
وبخلاف العكس فإن سجود المأموم فإن سهو المأموم سهو المأموم لا يلزم الإمام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة ركعتين ثم سلم ثم قام إذا خشبت في مسجد المسجد فوضع يده عليها وقال أبو بكر وعمر فهذا أن يكلم وقال سؤال الناس فقالوا خشبت الصلاة وفي الفوضى رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فقال يا رسول الله أنسيت أن أخشبت الصلاة قال لم أنسى ولم تكثر فقال ألا أخشبت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم صلى مدة سجود بلا فطرة ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر وصلى مدة سجود بلا فطرة ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه في لفظ البخاري وفي رواية مسلم صلاة العصر وفي أبي داود فقال فصدق عبدين فأومروا اللعن وهي في الصحيحين لا بنفس فقالوا وفي رواية الله ولم يسجد حتى يختلف الله تعالى ذلك. ما يدري الحديث. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احدى ثم سلم ثم قال ان خشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا اجل الكلمة وخرج سؤال الناس فقالوا كثره الصلاه وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فقال يا رسول الله أنسيت أن أكثر في الصلاة فقال لم أنسى ولم أكثر فقال أنا أرى نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأكبر ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده وأكبر ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه ونحوه البخاري وفي رواية مسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال خلق اليدين فأومروا أي نعم وفي الصحيحين لكن بلحم فقال وفي رواية الله ولم يسجد حتى يدخله الله تعالى ذلك. هذا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي. العشي هو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، من زوال الشمس إلى الغروب هذا يسمى بالعشي. وصلاة العشي هما الظهر والعصر. في أول الحديث إحدى صلاتي العشي من غير تعيين، لكن في الرواية اللاحقة أنها صلاة العصر، وفي رواية أنها صلاة الظهر. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين، هذا نوع آخر من أنواع السهو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، أنه سلم من ركعتين في الرباعية ناسيا، ثم قام صلى الله عليه وسلم بعدما سلم إلى خشبة في مقدم المسجد وضع يده عليها كالمغضب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه خرج يجر رداءه كالمغضب عليه الصلاة والسلام. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما أفضل الصحابة على الإطلاق، فهاب أن يكلماه، هاب أبو بكر وعمر أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ما للرسول صلى الله عليه وسلم من الهيبة عند أصحابه. وخرج سرعان الناس، يصلح سرعان بفتحتين جمع سريع، ويصلح سرعان بضم السين وسكون الراء، والمعنى واحد، سرعان أو سرعان جمع سريع، أي خرج أهل السرعة في الخروج من الناس وقالوا قصرت الصلاة، صاروا يتحدثون قالوا قصرت
الصلاة. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لطول يديه لطول في يديه. فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنس. قال بلى قد نسيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين للسهو يكبر لكل سجدة في انخفاضه وفي رفعه منها. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة، سلم من ركعتين في صلاة العصر ناسيا عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. ثم حصل من الصحابة كلام ومحاورة، قصرت الصلاة، نسيت يا رسول الله، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، أجابوا بالإشارة ولم يتكلموا. وفي رواية أنهم تكلموا وقالوا نعم أي صدق ذو اليدين. ففيه أنه حدثت هذه الأفعال في أثناء الصلاة، القيام من الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاله، ثم الكلام الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي حصل من ذي اليدين، والكلام الذي حصل من الصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذه الأمور إذا حصلت لا تبطل الصلاة، قالوا لأنها من مصلحتنا. فالكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان مثل ما حصل في هذه الواقعة، لأنه من مصلحة الصلاة. وأما الكلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما سبق، وفي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا نهي عام وخصص منه الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة في أثنائها فإنه لا يبطلها، فيكون هذا مخصصا للنهي الذي سبق في باب صفة الصلاة وما يكره فيها وما يستحب فيها كما سبق، فيكون هذا من باب العموم والخصوص. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، ومن ذلك النسيان والسهو في الصلاة، من أجل أن يعلم الناس ومن أجل أن يتبين للناس أنه بشر عليه الصلاة والسلام، فينتفي الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، في الحديث دليل على أن الكلام في أثناء الصلاة والحركة والمشي أن ذلك لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحتها، إذا كان ذلك لمصلحتها كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. ثالثا، في الحديث دليل على أنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم تذكر أو ذكر أنه يتمها ويبني على
ما سبق ولا يستأنف الصلاة إذا لم يطل الفصل. أما إذا طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد مدة أو انتقض وضوءه فإنه لا بد من استئناف الصلاة من أولها. هذا هو الحكم في هذه المسألة، أنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم تذكر قريبا أنه يتمها ويبني على ما سبق. أما إذا طال الفصل أو شرع في صلاة أخرى أو انتقض وضوءه فإنه لا بد من استئناف الصلاة من أولها لانقطاع البناء على ما سبق. رابعا، في الحديث دليل على وجوب سجود السهو إذا سلم قبل إتمامها سهوا ثم أتمها، أنه يجب عليه سجود السهو بعد إتمامها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فسعى حتى بلحيته ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داود وصحبه النبي وحسنه والحاكم وصححه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا كالأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه سهو في الصلاة، وأنه من أجل هذا السهو سجد سجدتين، فدل على أن من سهى في صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، أو يشرع له أن يسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السهو في الصلاة يشرع له سجود السهو، لكن في آخره أنه بعدما سجد السجدتين تشهد ثم سلم. هذا هو موضع الزيادة في هذا الحديث، حيث إنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد السجدتين ثم سلم، بينما الأحاديث التي قبله لم تذكر أنه تشهد بعد السجدتين، وإنما ذكرت الأحاديث أنه سجد ثم سلم على الفور. فأكثر العلماء على ما دلت عليه الأحاديث السابقة وغيرها أنه لا جلوس ولا تشهد بعد سجدتي السهو، وإنما يسلم على الفور بعد فراغه من السجدتين مباشرة. هذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن عليه أكثر الأحاديث. ومن العلماء من أخذ بهذا الحديث فقال إذا كان السجود بعد السلام، إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد بعده ثم يسلم، عملا بهذا الحديث، وهذا خاص بما إذا كان سجود السهو بعد السلام. الأحاديث التي مرت فيها أنه سجد ثم سلم، فالسجود فيها قبل السلام. أما هذا الحديث فحملوه على ما إذا كان السجود بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد بعده، ولكن الأكثر على خلاف ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يجدكم صلى ثلاثة من أربعة فليطلق الشك وليدل على تصديقه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة وإن كان صلى أذانا كانت تأذيه للشيطان. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يغسل سجدتين قبل أن يسلم. هذا فيه حكم الشك في الصلاة، هذا غير السهو، هذا الشك. إذا حصل عند الإنسان شك في صلاته في عدد الركعات التي صلاها، هل صلى تماما أو صلى أقل من التمام، صلى ثنتين أو صلى ثلاثا أو أربعا، صلى ثلاثا أو أربعا في الظهر أو العصر أو العشاء أو في غيرهما، المهم أنه شك في عدد الركعات. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبني على اليقين ويطرح الشك، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثا، لأن الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، والأصل عدمها، الأصل عدمها، أما الثلاث فإنه مستيقن لها، فيبني على اليقين ويطرح الشك، يعني يترك ما شك فيه من الركعات ويأتي بدله بركعة ليخرج من الصلاة بيقين، ثم يسجد للسهو قبل السلام من أجل هذا الشك والتردد الذي حصل له. فهذا الحديث فيه أن الشك يوجب سجود السهو. ثانيا فيه أن الشاك في عدد الركعات يبني على اليقين ويطرح ما شك فيه. ثالثا فيه أنه يسجد للسهو، وأن سجوده للسهو في هذه الحالة يكون قبل السلام، يكون قبل أن يسلم. رابعا فيه بيان الحكمة من سجود السهو في هذه الحالة، وهي أنه إن كان صلى خمسا فإن سجدتي السهو يشفعان له صلاة فتكون ستا، تكون ستا، لأن صلاة الظهر شفع، صلاة العصر شفع، صلاة العشاء شفع، صلاة الفجر شفع. فإذا كان صلى زيادة على الشفع صارت صلاته وترا، صلى مثلا العشاء خمسا أو الظهر أو العصر خمسا صارت شفعا، صارت وترا، في حين أن الله شرعها شفعا، فيأتي بالسجدتين من أجل أن يزول هذا الوتر وأن تكون الصلاة شفعا كما شرعها الله سبحانه وتعالى. إن كان صلى تماما يشفعان له صلاة، وإن كان صلى تماما يعني صار الشك هذا ما الحصل وصارت صلاته موافقة للمشروع، فإن هاتين السجدتين يكونان ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، لأن هذا الشك إنما حصل للإنسان من الشيطان، فيسجد المسلم ترغيما له، ترغيم يعني إهانة له، الترغيم معناه الإهانة، يقال أرغم الله أنفه أو رغم أنفه، مأخوذ من الرغام وهو التراب،
والإنسان إذا دس أنفه في التراب ومرغ أنفه في التراب فقد أهين في الرغام، يعني إذا دس أنفه في الرغام أو مرغ في الرغام فهو إهانة له، فلذلك سميت الإهانة ترغيما أخذا من هذا الأصل، فكل إهانة تسمى ترغيم أخذا من هذا الأصل، لأن الأصل أن الذي تراد إهانته يفرك أنفه في التراب الذي هو الرغام، هذا هو الأصل، فسميت كل إهانة ترغيما وإرغاما، ويقال رغم أنفه من هذا الأصل. فإذا كان المسلم لم يشك في صلاته، صلاته صحيحة، فإن هاتين السجدتين يحصل بهما إهانة للشيطان الذي جلب له هذا الوسواس. نعم. وعن سعيد رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قالوا حرم ذلك. قالوا سميتنا فجاء وفجاء. قالوا فتبع اليدين واستقبل ابنه فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل على الناس بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى أن تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شفت أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام. هذا الحديث فيه واقعة أخرى مما وقع له صلى الله عليه وسلم من السهو في الصلاة، واقعة ثالثة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، ثم لما سلم قالوا له يا رسول الله حدث شيء في الصلاة؟ قال لا، يعني هل نزل فيها تشريع، نزل فيها تشريع وتغيير عما كان في الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم وماذا؟ استفهم منهم، قالوا صليت كذا وكذا، بمعنى أنه صلى خمسا عليه الصلاة والسلام، صلى خمسا، ففيه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما قالوا له إنك نسيت أو إنك سهوت، بل قالوا أحدث شيء في الصلاة، لأنه ربما يكون أنه شرع جديد من الله سبحانه وتعالى، فهم لتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجرؤوا على تخطئته، لاحتمال أن يكون الله جل وعلا قد شرع له شيئا جديدا. قالوا صليت كذا وكذا، يعني صليت خمسا، فثنى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه وقال إلى آخر ما يأتي، فدل هذا على أن الإنسان إذا نسي وصلى خمسا ولم يذكر حتى فرغ، لم يذكر حتى فرغ من الخامسة، فإنه يسجد سجدتين للسهو وصلاته صحيحة. أما إذا ذكر وهو في الزيادة، إذا ذكر وهو في الزيادة فإنه يجب عليه الجلوس ولا يستمر في الزيادة، يجب عليه الجلوس والإتيان بالتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، يسجد سجدتين بعد السلام. ومن كان خلفه، من كان خلفه فإن كان عالما
أن هذه زائدة لا يتابع فيها، بل يجلس وينتظر حتى يعود الإمام ثم يسلم معه، ولا يتابعه وهو يعلم أنها زائدة. هذا بعد التنبيه، هذا بعد التنبيه. يجب على المأمومين أن يسبحوا الرجال وتصفق النساء كما سبق، لكن إن استمر الإمام ولم يرجع إلى قولهم لأنه جازم بصواب نفسه، استمر ولم يرجع إلى قولهم، فإنهم لا يجوز لهم أن يتابعوه. من تابعه وهو عالم أنها زائدة بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة متعمدا. أما من تبعه وهو جاهل بالحكم الشرعي أو جاهل أنها زائدة فإن صلاته صحيحة، وصلاة الإمام صحيحة لأنه جازم بصواب نفسه ولم يتعمد الزيادة. فمن كان منهم عالما بالزيادة وجب عليه أن ينبه الإمام، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فإنه لا يجوز له أن يتابع، بل يجلس وينتظر حتى يأتي الإمام ويتشهد ويسلم ويسلم معه، ويسجد معه للسهو، يسجد معه للسهو من أجل المتابعة. أما إن كان المأموم جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالزيادة وتابع الإمام فإن صلاته صحيحة كصلاة الإمام في هذه الحالة. هذا هو الحكم في هذه المسألة التي كثيرا ما تقع. وإذا لم يعلم بالزيادة إلا بعد مدة، ما درى أنه زاد خامسة إلا بعد ما طال الفصل وبعد ما طالت المدة، صلاته صحيحة ولا سجود عليه، لأن السجود فات محله، صلاته صحيحة ويكون السجود قد فات محله. إنما السجود إذا لم يطل الفصل، إذا ذكر أو ذكر ولم يطل الفصل فإنه يسجد سجدتين للسهو. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال: لو حدث شيء في الصلاة لأنبأته، يعني لو شرع شيء جديد في الصلاة لأنبأتكم. فهذا فيه دليل لمسألة أصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم، وأنه ينسى عليه الصلاة والسلام كما ينسى البشر، وينسى عليه الصلاة والسلام من أجل مصلحة المسلمين، من أجل التشريع، من أجل التشريع. ففي نسيانه صلى الله عليه وسلم وسهوه في الصلاة مصلحة للمسلمين، من أجل أن يبين لهم ما يفعلون إذا حصل لهم سهو. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقع لهم مثل هذه الحالة، وأن أحدا منهم صلى خمسا أو زاد في الصلاة رفعة، فإنه يفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، يسجد سجدتين للسهو بعدما يسلم. وهذا يزيل، والحمد لله، يزيل ما حصل في الصلاة من زيادة ويمحو ما حصل فيها من خطأ. نعم، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وفي هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وادعى أنه ليس بشرا وأنه نور أو أنه مخلوق من نور وأنه خلق قبل آدم. كيف يخلق قبل آدم ويكون بشر ويكون من بني آدم؟ هل هذا معقول؟ يقولون هذا،
المخرفون يقولون هذا. ثانيا في الحديث أن من زاد في الصلاة ركعة ناسيا فإنه يسجد للسهو ركعتين ولا تبطل صلاته بذلك، يسجد للسهو ركعتين ولا تبطل صلاته بذلك، يسجد للسهو سجدتين. نعم، ايش مثلا؟ لا سجدتين، يسجد للسهو سجدتين ولا تبطل صلاته بذلك بهذه الزيادة. ثالثا فيه أن من تابع الإمام في الزيادة جاهلا بالحكم، من تابع الإمام في الزيادة يعلم أنها زيادة لكنه يجهل الحكم أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة مع أنهم تابعوه عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنها زائدة، لأنهم جهلوا الحكم حتى بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن من تابع الإمام في الركعة الزائدة وهو لا يدري أنها زائدة، أو يدري أنها زائدة ولكن يجهل الحكم الشرعي، أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين تابعوه بإعادة الصلاة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. رابعا فيه المسألة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم. خامسا في الحديث دليل على وجوب تنبيه الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم لفظة، فإذا نسيت فذكروني، فيه دليل على وجوب تنبيه الإمام إذا سهى، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، فيه دليل على وجوب تنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة. نعم، وفيه دليل في نعم المسألة كم السادسة، فيه أن من زاد في الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الزيادة، أن من زاد في الصلاة سهوا ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الزيادة أن صلاته صحيحة، فإن ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع، فإذا عرف أنه في خامسة مثلا وجب عليه أن يرجع يجلس ويسجد للسهو ولا يستمر وهو يعلم أنها زائدة، فإن استمر وهو يعلم أنها زائدة ويعلم أنه ما يجوز له الاستمرار بطلت صلاته. سابعا في الحديث دليل على أنه إذا تذكر السهو بعد السلام ولم يطل الفصل أنه يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، أما إذا طال الفصل فإنه يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. نعم. ولأحمد الرابعي من شك في صلاته نعم هذا سبق في حديث أنه إذا شك أن صلى اثنتين أو ثلاثا أنه يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام، بينما هذا الحديث يقول يسجد بعدما يسلم، يسجد من أجل الشك بعدما يسلم، فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع والله أعلم أن كلا الأمرين جائز، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد قبل السلام كما في الحديث الأول، وإن شاء سجد بعد السلام كما في هذا الحديث، أنه مخير. السجود من أجل الشك، سجود السهو من أجل الشك مخير فيه، إن شاء سجده قبل السلام وإن شاء بعد السلام.
نعم. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام فوق ركعتين فاستتم قائما فليبلغ ركعتين وليمسك سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ونسه عليه. هذا الحديث فيه أن من قام وترك التشهد الأول، من قام وترك التشهد الأول سهوا، فإن تذكر بعدما استتم قائما فإنه لا يعود بل يستمر، لا يعود بل يستمر ويسجد للسهو عوضا عن التشهد الذي تركه. أما إن تذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول. وهل يسجد للسهو؟ هذا الحديث يقول ليس عليه سهو، يقول ليس عليه سهو، ولكن عموم الحديث الذي سبق في قيامه صلى الله عليه وسلم من الثنتين ولم يتشهد وأنه سجد للسهو يدل على أنه يسجد للسهو. وأيضا حصل منه حركة، حصل منه حركة وقيام ثم رجوع، وهذه زيادة في الصلاة فتستوجب سجود السهو. وهذا الحديث كما سمعتم ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فلا يتم الاستدلال به على إسقاط سجود السهو في هذه الحالة. فالحاصل أن هذا الحديث فيه تفصيل لمن قام عن التشهد الأول أنه إن لم يتذكر إلا بعدما استتم أنه يمضي ولا يرجع، وعليه سجود السهو كما سبق في فعله صلى الله عليه وسلم. أما إن تذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع. قال العلماء: والحكمة في ذلك أنه إذا استتم قائما فقد شرع في ركن، والجلوس للتشهد الأول واجب، فلا يرجع من الركن إلى الواجب، لا يرجع من الركن إلى الواجب. وأما إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه لم يشرع في ركن، فإنه لم يشرع في ركن، وما زال في ما زال في حيز الجلوس فيرجع إليه، يرجع إليه، لكن يسجد للسهو في الحالتين، حالة ما إذا لم يرجع لاستتمامه قائما، وحالة ما إذا رجع لأنه لم يستتم، لأنه في الأولى ترك التشهد الأول فيجبره بسجود السهو، وفي الحالة الثانية حصل منه حركة وانتقال، حصل منه حركة وانتقال ثم رجوع، هذا زيادة في الصلاة يوجب عليه سجود السهو. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهو الإمام فعليه ما لا يحمد، رواه الترمذي والبيهقي سهو الضعيف. ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا سهى المأموم ولم يسهو الإمام فإن المأموم ليس عليه سجود، قالوا يتحمله الإمام، هذا من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، فإذا سهى المأموم ولم يسهو الإمام فإن المأموم ليس عليه سجود سهو. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا سهى الإمام ولم يسهو المأموم أن المأموم يلزمه السجود وإن لم يحصل من المأموم سهو تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فسجود الإمام يتعدى إلى المأموم، بينما سجود المأموم لا يتعدى إلى الإمام. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم.
وعن فرقان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل سهل سجدتان بعد ما يسجد رواه ابو داود وفرقان بسند ضعيف. لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. لكل سهو سجدتان هذا تدل عليه الأحاديث السابقة، لكن بعد ما يسلم هذا محل النظر وبعد الأذان إن شاء الله. نعم. وأما قوله بعد ما يسلم يتعارض مع الأحاديث السابقة، فإن الأحاديث السابقة فيها ما حصل فيه السجود السهو قبل السلام، وفيها ما حصل فيه السجود بعد السلام، وهذا الحديث ضعيف فلا يتعارض مع الأحاديث السابقة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، هل السجود سجود السهو كله بعد السلام أو كله قبل السلام أو بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام، على ثلاثة أقوال. فمنهم من ذهب إلى أن سجود السهو كله قبل السلام، ومنهم من ذهب إلى العكس أن سجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من توسط وقال سجود السهو يجوز قبل السلام كله ويجوز كله بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل الصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام. وهذا هو الذي رجحه الشارح رحمه الله، والذي رجحه صاحب سبل السلام جمعا بين الأحاديث، أن سجود السهو يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن زيادة يكون بعد السلام، وإن كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام. وبهذا تجتمع الأحاديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أن سجود السهو مثل سجود الصلاة تماما، هي تكبر وتخاف وراءها، والسؤال هل يلزم الإمام رفع اليدين للتكبير وتخاف وراءها وكذلك المأمومين؟ هذا سبق أن سأل السائل عنه وأجبنا، قلنا ما يجوز رفع اليدين عند السجود ولا عند القيام من السجود، لأن هذا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه مواضع رفع اليدين مع التكبير، وما عداها لم يشرع. نعم. إذا كانت الصلاة في صلاة الليل أو التطوع، يعني مثلا لكن حصل نسيان بعد الركعة الثانية وقام بالثالثة، ألا يتمها ويشتعها ركعة الرابعة ثم يسجد للسهو، أو يتم الثالثة ثم يسجد للسهو؟ هذا لا يجوز في صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يجوز أن يزيد على ثنتين، فإن قام إلى ثالثة وجب عليه الرجوع. يقولون كمن قام إلى ثالثة في فجر يجب عليه الرجوع، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار إذا صار الإنسان يتنفل في النهار ونسي وقام إلى ثالثة، قالوا فهو مخير، إن شاء جلس وسجد للسهو، وإن شاء أتمها أربعة، لأنه يجوز التطوع في النهار لأربع ركعات، أما الليل فلا يجوز التطوع فيه إلا مثنى مثنى كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. التراويح شخص واحدة ونبه بعد ما سلم، إذا صلت في التراويح واحدة ونبه بعد ما سلم يقوم ويأتي بالثانية ويسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ، جماعة كانوا يصلون التراويح فنسي الإمام السجدة الثانية وفقط الثانية وسلم ثم رفعه المأمون فكبر وسجد ثم سلم، وقد
استدار نحو الناس فقال لم تسجد للسهو فلم يسجد فما الحكم في ذلك؟ فعله هذا خطأ، الواجب أن أتى بالسجود ثم أتى بالتشهد بعده ثم يسلم وسجد للسهو، أو سجد للسهو قبل أن يسلم، لازم من هذه الأمور يأتي بالسجود ثم يأتي بالتشهد، لأن التشهد الأول ما هو صحيح، ثم يسجد للسهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الوقت مقوما والإمام قائد للخامسة ولم يجلس التشهد الأخير فماذا يفعل المأموم الذي على يقين بقطع الإمام؟ لا يتابعه، لا يتابعه، يجب عليه أن لا يتابعه، فإن كان مسبوقا وقام ليقضي ما فاته أو قام الإمام إلى خامسه يعلم إنه خامسة يفارقه، يفارقه ويكمل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمأموم أن يتكلم بكلام ليعلم الإمام أنه خامسة إذا لم يفهم الإمام نوع الخطأ في التسبيح؟ يقول سبحان الله، سبح به تسبيح. وقال أهل العلم إن جاء بآية، إن جاء بآية فيها التنبيه فلا بأس، إذا وجد آية تدل على التنبيه فوقرأها لأجل تنبه الإمام، مثل ما لو نسي الركوع فقرأ الإمام واركعوا مع الراكعين لأجل ينبهه أنه نسي الركوع، أو نسي السجود وقال الإمام المأموم واسجد واقترب فيتذكر الإمام أنه ناسي السجود فلا بأس، إذا جاء بآية فيها تنبيه على السهو فلا بأس، أما كلام عادي لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح الرجال، يكفي التسبيح. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام ترك سجود السهو عندما يقف في صلاته اعتمادا على سقوط المأمومين؟ لا، إذا حصل له شك، إذا حصل له شك فإنه يسجد للسهو، لأن هذا الشك نوع من السهو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد. نعم. والفقهاء يقولون يشرع سجود السهو لزيادة في الصلاة سهوا أو نقص منها سهوا أو شك في الجملة، يعني موجبات سجود السهو ثلاثة أمور، إما زيادة في الصلاة وإما نقصان من الصلاة وإما شك فيها. نعم. متى يكون سجود السهو سنة لا يكون المصلي من تركه؟ نعم، يكون سنة إذا كان من أجل ترك سنة، كما لو أخطأ في آية، لو كان يقرأ وأخطأ في القراءة لأن رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو نسي آية من القرآن يستحب له أن يسجد للسهو، إذا ترك سنة، إذا ترك سنة فإنه يسجد للسهو، سنة يستحب له أن يسجد للسهو، أما إذا ترك واجبا فإنه يجب عليه سجود السهو. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجب تسجيل السهو في الصلاة النافلة إذا جاء بها؟ نعم، مثل الفريضة كما تجب فيها، يجب فيها سجود السهو كما يجب في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ، من دخل في الصلاة مع الإمام وقد سبقه في الصلاة المرحة الثانية وقد سهل الإمام في إحدى السجدتين التي سبقته، فهل يسجد هذا المسبوق مع الإمام أو أنه يقوم ويأتي بما بقي من صلاته؟ يتابع الإمام، يتابع الإمام، يسجد معه، فإذا سلم يقوم المأموم يأتي بما سبق به، يتابع الإمام. نعم، يسجد معه سجود السهو ولو كان مسبوقا ولو كان ما حضر السهو، يلزم متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سهى الإمام فعليه وعليهم، هذا عام. نعم. إذا وقف لا، إذا وقف يستمر ويسجد عندما يريد السلام هو. نعم. أقسمت الصلاة
نعم وش فيه؟ نعم هذا ذو اليدين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في شيء، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لم تقصر، الرسول قال لم تقصر، فما دام قال لم تقصر دل على